ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده للعرايس، ربنا يا رب يتمم بألف خير لكل العرايس، والفيديو كمان هيكون مفيد للناس مثلا اللي متجوزه بقالها فتره وحابه ان هي تجرب اجهزه جديده، او مثلا في حاجات عارفين بنجيبها في البيت كده بتسهل على الواحد. ففيديو النهارده هيكون عن اجهزه العروسه. اعذروني على الاوتفيت ان انا لابسه ترنج، بس اللي هو احنا قاعدين في البيت يعني، وهنقوم نفرج دلوقتي في الشقه واوريكم كل حاجه، فحبيت ان انا البس حاجه اكون مستريحه فيها. خليني بس اقول لكم في البدايه انه فكره اجهزه العروسه دي بتختلف حسب احتياجات كل واحده فينا. في اجهزه انا اقول لكم عليها ان هي دي اجهزه اساسيه، وفي اجهزه هقول لكم ان هي مش اساسيه قوي او ممكن تكون اساسيه عند البعض. ليه؟ بس هي بجد بتختلف. يعني انا مثلا جبت اللي هي القلايه، اللي هي القلايه المنتشره قوي دي، اللي هي نقطه زيت بس ومش عارفه ايه، وبتطلع الحاجه مستويه وكده. استخدمتها مثلا، هي كانت جايه لي بصراحه ساعه ما اتجوزت، استخدمتها 3 4 مرات وبعد كده ما استخدمتهاش تاني خالص، لان حسيت ان هي بتغير طعم الاكل. في حين ان في ناس كتير جدا نفسها ان هي تجيبها، وناس كتير عندها وبتحلف بيها وان هي صحيه وان هي جميله، بس انا بالنسبه لي اديتها لبابا على طول عشان ما حبيتش طعم الحاجه. يعني ممكن اسوي الحاجه بطريقه تانية وبرده تكون صحيه بس من غير طعم القلايه دي. حاجه مثلا زي مجفف الملابس، بالنسبه لبعض الناس ده اساسي، انا بالنسبه لي لا، الشمس لازم تيجي على الهدوم عشان اتاكد ان هي كده ايه ناشفه، وفي نفس الوقت ريحتها حلوه كده، وعارفين اتطهرت كده، الشمس طهرتها. ففي بالنسبه لبعض الناس هتكون دي اساسيه. فانا اقول لكم لا، انا هجيب لكم الاساسي اساسي، انت في بيتك لازم كل الاجهزه دي تكون عندك، وهقول لكم ايه الحاجات اللي هي نص ونص، مش شرط تكون عند كل الناس. وفي فيديو النهارده برضو انا مش هتكلم عن ماركات معينه، ولو جت السيره ان انا اتكلمت عن ماركه معينه فده هيبقى بحكم تجربتي الشخصيه، مش عشان دعايه مثلا للبراند ده، او ان انا بقول مثلا في حق براند حاجه وحشه، لا، دي تجربتي في اجهزه انا جايباها من 5 سنين، في اجهزه لسه جايباها من قريب، في حاجات يعني بقول لكم مثلا هي عايشه معايا، بس ممكن يكون في حاجات اجهزه احسن منها بكتير، او في حاجات اقل، بس انا بالنسبه لي مثلا مريحاني، وفي حاجات من ساعه ما جبتها وهي مطلعه عيني في الاجهزه، وفي حاجات من وقت ما جبتها وهي خلاص اثبتت جدارتها معايا. عارفين اللي هو انت كنت فين من زمان؟ زي مثلا هقول لكم دلوقتي حاجه بجد بقالي شهور وبصراحه يعني عالميه، هيجي يعني الكلام، بس مش هكون بتكلم عن براند معين، وبرده مش هقول الاسعار، لانه الاسعار من 5 سنين غير دلوقتي خالص، حرفيا في حاجات زادت الضعف، فانا مش هقدر اكلمكم برضو في اسعار الجهاز. مثلا انت تحسي ان هو كويس، كل واحد بيجيب حسب امكانياته، حسب ما انت مثلا مخصصه بادجت معينه، دي للاجهزه المنزليه كعروسه يعني، فمش هنتكلم في اسعار النهارده. واخر حاجه، احنا معانا كام جهاز النهارده؟ معانا 20 جهاز. مش عايزاكم تتخضوا ولا تستكتروا، انا بقالي كتير قوي عماله افكر في الفيديو ده، وكل شويه الاقي نفسي ان انا نسيت حاجه او مضايفه جهاز او مضايفه جهاز. ايه ده كنت مستخبي فين؟ ازاي ما اتكلمتش عنك؟ واروح ضايفاه، فطلعوا في النهايه التوتال كله 20 جهاز. بجد ربنا بيرزق مع الايام، يعني انتوا اتجوزوا بس والجوازه تتم على خير بغض النظر عن المشاكل اللي بتحصل ايام الخطوبه وفي اول الجواز وضرب النار وكده، مع الوقت هتقدري تجيبي حاجة بحاجة. مرة تجيبي مثلا، في ناس بتحب القسط تجيبي بالقسط، مثلا ربنا كرمكم بحبة فلوس فتبقي حاطة في دماغك ان انت هتجيبي جهاز معين عايزة، ربنا بيفرجها وتقدري تجيبي كل اللي نفسك فيه مع الايام. انا الاجهزة اللي هوريها لكم دي ما جاتش بين يوم وليلة، في حاجات جات على مدار السنين، في حاجات انا بعد 5 سنين جوازها هو لسه جايباها، وبقول يا رب يا ريتها كانت عندي من اول يوم جواز. فانا هقول لكم بس على الاجهزه، وان شاء الله يعني ما تستكتروش حاجه، على ربنا ان شاء الله ربنا يرزقكم بالخير كله وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه. يلا بقى نبتدي، اول حاجه هندخل عليها وهو المطبخ، لان ده اكتر مكان فيه معظم الاجهزه، وبعد كده بقى ايه نشوف بقيه الحاجات التانية. خلينا نبتدي، ده كده المطبخ ودي الاجهزه اللي فيه، وفي حبه اجهزه كده على ايدكم الشمال، وفي جهاز هنا على ايدي اليمين، ده عمرك وحياتك، بس انا مش هقول لكم عليه دلوقتي عشان هو ما يعتبرش اساسي عند البعض، بس انا بقول لكم لا اساسي يعني، بصي حاولي ان انت تجيبيه باي شكل، بس مش هقوله دلوقتي. المهم خلينا في الاساسيات، اول حاجه وهو البوتاجاز. اكيد طبعا مش واحده تتجوز من غير بوتاجاز يعني،
بالنسبه لتجربتي، اول بوتاجاز كان عندي كان من وايت بوينت العبد، ما كانش افضل حاجه، ما كانش الفرن بتاعه واسع، كان يعتبر اللي هو بوتاجاز عادي مش مبهر. المهم لما عزلته كنت عايزه اجيب بوتاجاز جديد، جارتي رشحت لي ده، وفعلا لما دخلت على النت لقيت ان معظم الريفيوز عليه كانت المنافسه ما بينه وما بين نوع تاني، فانا كان نصيبي ان انا وقعت في ده، بس من حكم تجربتي الشخصيه مش مرتاحه فيه. وبصي لو اخر بوتاجاز في عمرك اوعي تجيبي الحوامل بتاعته زهر، بجد لعنه الحوامل الزهر دي لعنه. انا نفسي بس اللي اخترعها يجي يكلمني كده ويحط عينه في عيني وهو بيكلمني ويقول لي ليه عمل حاجه زي كده في الدنيا اساسا. والمشكله لما بس مثلا بدخل على فيديو اشوف ازاي بتنظف الحوامل كده، فتقول انا ايدي فيها على طول، انا ممكن انظفها كل يوم، كل يوم بتنظف البوتاجاز وبتدعك الحوامل وهي تقيله جدا اتقل من الحديد بمراحل. فيعني والله العظيم يا ربنا يديكوا الصحه يا رب وطوله البال ويديكوا الوقت اللي يخليكي كل يوم تدعكي البوتاجاز بتاعك وتدعكي الحوامل بتاعته، يا ريتها بتنضف وتطلع عدله في النهايه يعني. وطرق كتير بقى، بصوا لا بشعه، اوعي تجيبي بوتاجاز الحوامل بتاعته ظاهر. كان من اكتر الحاجات بصراحه اللي ندمت عليها المقابض بتاعته اللي هي بنشغل بيها النار دي، بتسخن نار ولعه، مجرد ما تشغلي الفرن بتسخن لدرجه انت ما تقدريش تمسكيها، ما تقدريش تمسكيها بسبب السخونيه بتاعه الفرن. فانا كان عندي في البدايه وايت بوينت العبد، ما شفتش منه مشاكل خلال الخمس سنين اللي فاتوا، هو كان عادي، كان بوتاجاز عادي بالنسبه لي. ده في المساحه اكبر بكتير، الشعله بتاعته الى حد ما قويه، بس والفرن كمان واسع جدا، بس بالنسبه لي بيتوسخ بطريقه مش طبيعيه. بصوا حتى المرايه دي كارثه، يعني المرايه دي لوحديها لعنه، دي بتتبهدل وتتلطش تلطيش ما يعلم بيه الا ربنا. فلا حرام الوقت اللي يضيع بصراحه في تنظيف بوتاجاز كده يوميا، بجد بعد كل اكله حتى لو ما فيهاش قلي زيت ما فيهاش اي حاجه انت لازم تنضفيه عشان يفضل قدامك بالمنظر ده، غير كده لا بيبقى المنظر بصراحه بشع. فاول حاجه هو البوتاجاز. وعامه من عند البوتاجاز نتكلم عن الشفاط. الشفاط ده وريته لكم قبل كده ساعه ما عملت جوله في مطبخي، ده نوع اللي هو دومينوكس، مش عارفه باينه قوي ولا لا. الشفاط مش اعظم حاجه، وزي ما قلت لكم برده في الفيديو التاني انه احنا بس جبناه عشان لونه، قلت انا مش محتاجه قوه شفط عاليه قوي يعني عشان المطبخ مش مفتوح على الصاله، بس لا محتاجه قوه شفط لانه المطبخ نار موت. فممكن الشفاط ده، ممكن الشفاط اللي هو بيركب على الشباك، اهم حاجه ان يكون في شفاط. حتى لو المطبخ كويس انت هتحتاجي انه عارفه بيشفط الروائح كده، فما يبقاش ريحه البيت كله طبيخ، فاماني مجرد ما تعملي اكله تلاقيها انتشرت وتشوي حاجه تقلي حاجه تلاقي الريحه كلها في البيت، فالشفاط بيمنع الموضوع ده. فهاتيه حسب امكانياتك، بس ده بجد مش احسن نوع يعني، ده لا مش بيشفط ومش حلو خالص. من الحاجات الاساسيه جدا هما الاثنين دول حبايبي، دول هيسعفوكي جدا. فكره الكاتل بصي بيغنيكي عن ان انت تغلي ميه، لازم تجيبي كاتل، لازم يكون عندك، لا مش 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 خطر للدرجه يعني، انت بتسخني ميه بتغلي ميه فما فيهاش مش قضيه خالص، فلازم يكون عندك كاتل. الميكروويف ده حياتك عمرك، لا بصي مش هتستغني عنه بجد، هينفعك. فكره تسخين الاكل ده انا ما بسويش فيه على فكره خالص، عشان في ناس بتقول التسويه فيه غلط وكده، انا بسويش فيه، انا بسخن فيه. وكون ان انا بسخن فيه انت بتدخلي اي طبق، يعني بتحطي اي طبق صيني مش صيني، اي حاجه، اي صينيه، اي حاجه راجعين من بره مثلا ومعاكوا بواقي اكل وهتسخنوها وتاكلوها، مريح جدا جدا بدل شغل الطاسات بقى والحركات. في انواع كتير، النوع ده LG والحمد لله كويس معايا، هو بقى له 5 سنين. ده لسه جايباه من قريب وقلت لكم ما عجبنيش لاكتر من سبب، خلاص بقى مش هنعيدهم تاني. بس عامه يعني فكره الكاتل لازم يكون عندك كاتل. اوكي خلينا هنا بقى ندخل، ثواني بقى نثبت الكاميرا عشان ايه نعرف نتكلم. شغلت النور، مش عارفه ما كنتش مشغلاه ليه اساسا يعني. المهم بصي بقى، انت دلوقتي يا هتجيبي الهاند بلندر فين اهو مره واحده، يا اما هتجيبي الكبه. بصوا بقى الناس كلها بتشكر في الهاند بلندر وان هي تحفه ومش عارفه ايه، بتبقى القطع اللي معاها مضرب البيض وده اللي هو بيضرب اي حاجه، وبيبقى معاها الكوبايه بتاعته، وبيبقى معاها ورا كبه اللي هي الصغيره خالص دي. حلو، انا لما جبتها ما حسيتش بقيمتها، ليه؟ لان انا كان اوريدي عندي مضرب بيض وعندي الكبه اللي هي دي حياتي عمري فيها اساسا يعني، دي المطبخ بتاعي في الكبه.
والحجم بالنسبه لي مناسب، فانا كان عندي دول فما حسيتش بقيمه ده. فانت يا تجيبي مره واحده الهاند بلندر يا اما هتجيبي الحاجات متقطعه كده، وانا يعني ما انصحكيش، احب ان انت لا يعني تمام هاتي احسن الهاند بلندر بالمضرب حسب برضو احتياجاتك. بس انا بالنسبه لي الكبه دي حياتي وحجمها مناسب. الخلاط لا مش اساسي، انت لو عندك كبه هتغنيكي عن الخلاط. الخلاط يمكن استخدمته 3 4 مرات، ده اللي هو ميانتا عشان انتوا بس تحبوا اصور لكم الموديلات والحاجات وكم وات ميانتا، والكبه اللي هي مونوليكس 400 وات اهي تمام. هتحتاجي الخلاط لو انت مثلا من النوع اللي على طول ايديكي في التوابل والحركات، فالخلاط بيبقى معاه ايه، بيبقى معاه اللي هي الحاجات اللي هي الصغيره اللي هي المطحنه من الاخر، فانت لو بتطحني حاجات كتير هتبقى محتاجه الخلاط في كده. لكن انا بالنسبه لي مش بستخدمه خالص، كل استخدامي للكبه وبالنسبه لي حجمها مناسب جدا. فانت اختاري، يا تجيبي كل قطعه لوحدها المضرب الكبه الحاجات دي، يا هتجيبي الهاند بلندر، لان الهاند بلندر اصلا في منها بقطع اكتر، يعني دي مجرد بس ايه 4 قطع، لا في حاجات معاها قطع اكتر بكتير. فانت يعني حسب ما تحتاجي، بس انا بالنسبه لي ما حسيتش فعلا بقيمتها لان انا كان عندي الكبه وهي هي بالنسبه لي المطبخ. يعني ندخل بعد كده على التلاجة. التلاجة بتاعتي LG، مش عارفة اجيب لكم الموديل منين بصراحة يعني، بس يعني هي دي كده شكلها. مش احسن حاجة لان الرفوف بتاعتها بصراحة ضيقة جدا، ضيقة بطريقة مستفزة يعني يعني ضيقة لدرجة انت بتعرفيش تحطي مثلا حلة بغطاها. بس هي من الاجهزة الاساسية لازم هيكون عندك تلاجة. لازم يكون عندك ديب فريزر؟ لا مش لازم، مش من الاجهزة الاساسية، حسب ما انتي يعني انتي حد ايدي في المطبخ على طول وبتحبي بقى تفرزي وتعملي عصاير وتشيلي مثلا الفاكهة اللي ما بتطلعش في وقت تاني مثلا وتحطيها او كده، حلو يبقى لازم هيكون عندك ديب فريزر، لان الفريزر عامة والتلاجة العادية مش هتشيل معاكي قوي. لكن لو انتي استخدامك اللي هو العادي وبتجيبي مثلا حاجات كل اول شهر، اللحمة المفرومة مش عارفة، اللحوم عامة، الجبن، حاجات دي، فالتلاجة لوحديها هتغنيكي، مش هيبقى لازم ديب فريزر. بس الناس اللي هي في الاكل وفي الطبخ وبتحب دايما تفرز وتسهل على نفسها ويعني بتحب تشيل حاجات وكده، اه هتكون محتاجة يكون عندها ديب فريزر. طيب من الحاجات برضو الاساسية وهو الفلتر، فلتر المية. بصوا احنا قعدنا بتاع سنة مثلا قبل ما عرفنا نجيب فلتر كنا مقضينها مية معدنية. المية المعدنية مش احسن حاجة، بس المية العادية ما ينفعش، لازم 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 يكون عندك فلتر. وهتقول اللي هو بيكون معاه خزان من تحت. بصوا انا هفتح دلوقتي يعني محدش يتخض، بص انا مش اعظم حد يعني فكرة التنظيم والدنيا عندي هنا معفرطة في المطبخ، ما بعرفش ارص حاجة. بس اللي انا عايزة اوريهولكم ان ده بيبقى خزان المية، وقت ما المية بتكون مقطوعة بجد تحفة. بس هو بيكون ايه، بيكون قطعتين كده، فلازم تكوني عاملة حسابه ايه، فانت هاتيه من البداية عشان تبقي مفضية له مكان كده تحت الحوض عشان هو بيجي معاه قطعتين. المهم يعني اللي انا عايزة اقولهولكم في حتة الفلتر ان انتوا هاتوه بخزان، خزان بينفع جدا، مش عارفة بيشيل 3 لتر او 5 مش فاكرة يعني، المهم ان هو حلو جدا جدا. وها هي سيدة المطبخ، بص يا ست الكل، دي دراعك اليمين في المطبخ، دي دراعك اليمين في كل حاجة. يعني بالنسبة لي المكنسة دراعك الشمال، دي دراعك اليمين، غسالة الاطباق حضرتك. بتحب المواعين ما بتحبيش المواعين، مواعينك كتيرة مواعينك قليلة، سيبكم الناس تقول ايه في العزومة بس هتحتاجيها عشان بيبقى كمية الاطباق كبيرة. لا حبيبتي انت لو دخلتي عملتي مكرونة وبانيه برضو هتاخدي كمية اطباق غير طبيعية. ده غير كمان شغل الكافيهات بقى، ان احنا ايه يعني صيف شتا مشروبات على طول، طول ما احنا قاعدين فاهمة انتي، فكم من الكوبات لا نهائي. غير كده وكده انتي بتغسلي فيها كل حاجة يا ماما، كل حاجة بتخش ما عدا انواع معينة من البلاستيك اللي هي الرديئة دي بتتنى جوه، والالومنيوم بيسود بس، انما غير كده حلال حضرتك، كوبايات اطباق طلع لك زي الفل ومتعقمة ولا شايل هم المواعين ولا اي حاجة. بصي عمري انا لسه جايباها بقالي مثلا كده ايه 5 شهور مثلا ولا حاجة، لا عمري حياتي. النوع بتاعي اللي هو اريستون 14 فرد اهي،
اهو مش عارفه هو ده بيبقى الموديل ولا ده بيبقى ايه. اه ده الموديل اهو ماشي، عشان الناس اللي بتقعد تسالني. وهاتوها كبيره مره واحده بجد والله تسعفكوا قوي قوي، وهاتوها اللي هي نص حموله بحيث لو الكم المواعين مش كبير قوي فهي بتشتغل بنص حموله بس، بمعنى ان هي بتشتغل بعدد اطباق قليل فبتبقى الدوره صغيره مثلا تاخد لها ساعه مثلا في الدوره او حاجه. وهاتوها اللي هي موفره للطاقه عشان ما تسحبش كهرباء كبيره. هاتوا اي نوع، ده النوع اللي عندي والحمد لله مبسوطه بيه جدا، مبسوطه بالنظافه اللي هي بتديهاني، بتريح الدماغ. ايديك اليمين يا ماما، هي دي ايديك اليمين في حياتك وانت متجوزه، فحلوه جدا جدا جدا، اساسيه من وجهه نظري بجد اساسيه. بتحبي المواعين بتحبيش المواعين، هتوفر عليكي وقت، بصي وقت غير يعني مش طبيعي، فحاولي ان انت تحوشي وتحطيها في الخطه بتاعتك بتاعت الاجهزه كده. خلاص خلصنا اجهزه المطبخ، نخش بقى على الحمام. من الاجهزه الاساسيه وهي الغساله، الغساله اللي عندي LG حلوه جدا ومريحاني جدا، في بيقولوا بتاعت سامسونج احلى بس انا بالنسبه لي تمام، وبقالها الحمد لله 5 سنين مشوفتش منها اي مشاكل خالص، وحلوه فيها دورات كتير يعني فيها اوبشنز كتير للدورات اللي انت بتشغليها فبحبها. فعامة يعني هي الغسالة من الاجهزة الاساسية اللي لازم تكون عندك، سواء اللي هي بتتفتح لفوق او الغسالة العادية. ومن الاجهزة الاساسية برضو وهو السخان، ده تورنيدو. انا في البداية كان عندي اللي هو سخان كهربا، بجد ما كانش حلو خالص، ومهما تجيبي مثلا مساحته كبيرة، احنا كنا جايبين 10 لتر، عايز اقولك مثلا في خلال سنة كان خلاص هو اقصى مثلا حموله بالنسبه له يعمل لها 2 لتر 3 وخلاص بيبوظ. عامه الكهرباء بيبوظ مع الوقت، ما حبيتهوش. ده غير انه الغاز لو انت مثلا عندك اكتر من حمام والمطبخ وكده هيوصل لكله، الكهرباء مش كده يعني، الكهرباء بيوصل مثلا للحمام بمحتوياته، انما ما تقدريش توصليه بحاجه يعني مش هيدي كتير، فالغاز احسن. تورنيدو من الانواع الكويسه، وكان في نوع تاني برضو كانت جارتي برضو هي اللي قايله لي على الاجهزه دي اقربه في الحاجات دي، بس هو مش عارفه فكرته ان هو ستانلس من جوه ما بيصديش ومش عارفه ايه، ففي نوع تاني برضو كويس بس ده انا من ساعه ما ركبته برضو هو مريحني جدا 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 في حياتي. سخان غاز مره واحده وسيمبل كده، التاني كان 10 لتر فكان ضخم قوي يعني ولا اي 30 لازمه، ولا كان بيسخن الميه قويه غير في البدايه بس، بعد كده اللي هو يدوب المية مثلا تكون سخنة شوية مش سخنة قوي قوي يعني، لكن الغاز طبعا مش كده خالص. انا بالنسبة لي من الناس اللي بحب المراوح جدا، فانتي على الاقل هيكون عندك في كل اوضة مروحة وفي الصالة، بس في ناس دلوقتي كتير خلاص بتجيب تكييفات وخلاص، فعلى الاقل هيكون عندك يعني حاجة منهم يعني، يا تكييف يا مروحة. انا من الناس اللي بحبش على فكرة التكييفات خالص، انا بحب هوا المروحة اكتر، بس انا بقول لكم اللي طالع دلوقتي احنا حتى بنجيب كهربائي مثلا عشان يعلق لنا مروحه، يقول لنا هو في حد دلوقتي بيعلق مراوح؟ لو بقت تهمه خلاص مثلا، او بتجيب اللي هي المروحه العمود دي، بقى لها معايا برده 5 سنين وحلوه جدا ما شاء الله راحت. وفي برده اللي هي بتبقى متعلقه يعني اللي هي بتتعلق على مثلا الحيطه او كده، ايا كان يعني لازم يكون في حياتك مراوح حسب بقى ايه اكتر مكان هتقعدوا فيه، بس يعني يا مروحه يا تكييف. بالنسبه للتكييفات، ده التكييف اللي عندنا جري، انا بس عايز اصوره لكم، احنا عندنا واحد اللي هو ده في الصاله وفي واحد تاني في اوضه النوم، انا مش مصوره بس عشان اي حاجه غير ان انا اقول لكم اسوا خدمه عملاء شفتها في حياتي في الشركه دي. بس فايا كان يعني نوع التكييف اللي انت هتجيبيه، انا بقول لك فكره انه يا مروحه يا تكييف، ده اجهزه اساسيه معاكي في البيت يعني، حتى لو شقه بحري حتى لو الشقه جنه اكيد بتحتاج يعني نظام تهويه في الشقه. وطبعا من ضمن الاجهزه برضو الاساسيه وهو التلفزيونات، ف يعني انا بصراحه جربت اكتر من نوع تلفزيون، مش شايفه انه في حاجه مبهره مثلا في واحد فيهم عن التاني، عندي سوني وعندي واحد تاني اي ثينك احنا جبنا اخر مره ايه LG اعتقد، LG جبنا شاشه اكبر، فحسب حجم الشاشه يعني وحسب امكانياته ما عنديش خبره قوي بصراحه، كل اللي جربتهم كانوا كويسين، بس عامه هو التلفزيون من الاجهزه الاساسيه. طيب نخش بقى على حاجات الدلع يا دلع بتاعتك في اوضه النوم. مثلا بصي بالنسبه للجهاز اللي هو براون ده،
لو انت مش عامله ازاله شعر فده لازم هيسعفك، يعني ده لازم هيكون معاكي، يعني بغض النظر عن انت بتستخدمي طريقه ايه، بجد بينفع جدا. جهاز براون ده من اكتر الحاجات اللي مستغناش عنها ومسعف جدا جدا، مش في ازاله شعر جسم بالكامل بس، يعني في مناطق تانية مثلا اندر ارمز حاجات كده بيبقى حلو، خاصه كمان بيكون معاه فرش حسب الشفرات برضو اللي انت جايباها. في ناس بتستخدم اللي هي الشفره مش دي اللي هي تحتيها دي، بتستخدمها في اماكن عامه. يعني لازم يكون عندك جهاز ازاله شعر، سواء حسب بقى، ممكن واحده مثلا يكون بالنسبه لها لا جهاز الشمع هو الافضل، انا بالنسبه لي براون. ولازم يكون عندك جهاز تنظيف بشره. بص، في اللي هي اجهزه البخار وفي اللي هي بتبقى الفرش العاديه زي اللي انا وريتها لكم قبل كده، دي مش اعظم حاجه، في حاجات على فكره احسن من كده بكتير. في اجهزه لتنظيف البشره احلى من كده بكتير، على الاقل اللي هي فرشه تنظيف الوش. انا بحس انه انت لازم يكون عندك كل حاجه في البيت، فبحس ان انت تسعفي نفسك في اي وقت، ما تبقيش مضطره ان انت تروحي عند حد تاني. فبالنسبه لبعض الناس، في اللي هيشوفها اساسيه وفي اللي هيشوفها لا، بس بجد الاساسي ان انت يكون عندك حاجه لشعرك، اي هير ستايل بقى، سواء انت هتجيبي البيبي ليس. انا كنت محتفظه لكم بالعلبه بتاعتها عشان اوريها لكم من بره، بس ما اعرفش راحت فين، يعني ده انا مخليها كل السنين دي عشان اصور لكم الفيديو ده اوريكم شكل العلبه من بره. بس هي عامه البيبي ليس اللي هي الحمراء دي، البيبي ليس الاصليه، يا دي يا اي هير ستايل تاني. يعني انا لسه جايبه اللي هو بتاعت باناسونيك، الفرشه دي برضو كنت فرجتكم عليها، ده شكلها اهي، دي لسه مفرجاكم عليها من قريب، بجد حبيتها اكتر من البيبي ليس، رغم ان البيبي ليس اغلى بكتير وبتفرد الشعر احلى، بس انا حبيت شكلي اكتر وحبيت استخدام اكتر الباناسونيك، او فكره ان هي يعني مديه على سشوار شويه، مش فرشه شعر ومش مكوه ومش سشوار، هي حاجه ما بينهم. اهم حاجه بس ان انا مش عايزاك تلعبي في شعرك في قصه الصبغه وكده، بس انت عامه محتاجه تغيير وتجديد، وكون ان انت بيبقى عندك حاجات كده عارفه خاصه بيكي، خاصة في أجهزة وحاجات كده، يعني حاجة مجرد مستخدميها بتغير في شكلك، دي من أحسن حاجات. هي بيبي ليس هي مكتوب عليها، بحس ان هي معرفش بتطفي عليكي انت روح كده، ان انت عندك أجهزة، خاصة حاجة لو حابة تعملي ستايل مختلف في شعرك او كده، فلازم عامة يكون عندك اي حاجة بقى، يعني مش شرط دول، عامة لازم يكون عندك حاجة لشعرك، بحيث ان الحياة نمطية جدا وتقليدية شوية بعد الجواز في معظم البيوت، فلازم يكون في تغيير نوعا ما في بعض الحاجات، فمن ضمنها برضو الشعر هو اللي بيغير يعني شكلك خالص. اما بالنسبه لدراعك الشمال حضرتك اللي كنت بكلمك عنه من شويه، وهي المكنسه، ما تقوليش انا هنضف بالمقشه وبعد كده امسح، بجد المكنسه هتوفر عليكي وقت وجهد، وهتوفر عليكي عارفه اللي هو قصة ان انت بتعفري يعني، وانت بتنضفي في نفس الوقت بتبهدلي حاجات تانية، بعد ما تنضفي وبتعتيجي تعملي الارض تاني فتلاقي التراب الناعمة دي طارت على بقية الحاجات، المكنسة بتخلصك من القصة دي كلها. للأسف للأسف انا كانت تجربتي وحشة مع مكنسة LG، على الرغم ان انا وريتكو التلاجة والغسالة ما شاء الله من LG حلوين معايا، بغض النظر عن التلاجة مساحتها مش اعظم حاجة، خاصة الرفوف الضيقة دي مش عملية خالص، بس حلوين ما شاء الله ومكملين يعني 5 سنين، بس كانت المكنسه بتاعتهم عامه ما تجيبوش اي مكنسه بنظام الفلاتر. انا ما كانتش بتكمل معايا سجاده واحده، سجاده واحده والسنسور المفروض تفضي الفلتر، فقصه ان انت تخرجي الكيس او العلبه وتفضي التراب اللي فيه وترجعي تاني على فكره مش سهله ابدا، يعني في الحياه العمليه في الروتين العادي الموضوع يعني متعب وبياخد وقت، فما كانتش حلوه خالص خالص خالص. فجبت المكنسه دي من هيتاشي، كنت فرجتكم عليها قبل كده، اول ما جبتها ما شاء الله ما شاء الله بجد، من اول ما جبتها حلوه حلوه حلوه، وده الموديل بتاعها عشان ما اعرفش يعني، وانا كنت بصور لكم موديل وانا بصور اي حاجه واي كلام ما اعرفش، بس هي دي بقالها معايا شهور حلوه. بصوا حتى الدراع بتاعها غريب والله، بيخش في حتت غريبه، يعني الدراع بتاعها ده انا مش عارفه اوريه لكم ازاي، بس هو ايه يعني بيمشي معايا زاوية 180 درجة تقريبا، اصبروا كده احاول اوريكم، حلوة جدا في الشفط، وقوة الشفط بتاعتها على فكرة بتتغير، يعني ممكن تعليها وممكن توطيها، اعذروني على الشبشب قلتلكم انا قاعدة بلبس البيت خلاص بقى خلاص. المهم بصوا دي هي على الارض بتلف معايا كده، فبتخش في زوايا بصراحة عظيمة، بصوا بتلف ازاي،
بتخش في حتت ما بتتجابش باي مكنسه تانية. فلا حلوه حلوه ما شاء الله اللي هي هيتاشي دي. لو عايزين مكنسه وتجيبوها بقى مره واحده تمنها فيها جدا، يعني في حاجات اقل في السعر طبعا، بس دي بجد تستاهل كل جنيه من ساعه ما جبتها، وهي ما شاء الله حلوه جدا. المكوه كمان من الاجهزه الاساسيه اللي لازم تكون عندك. انا النوع اللي عندي ده من براون، بس ممكن يكون فيه افضل من كده بكتير، بس يعني هي المكوه اساسيه. بس كده انا خلصت، وسوري على نفسي اللي رايح طول الفيديو يعني، بس غصب عني بجد. بس فكره ان انا اقوم واتنطط ونفرك سوا ونصور دي بالنسبه لي دلوقتي بس صعبه، بس انا كنت عارفه الفيديو ده مهم جدا لعرايس كتير، فحبيت ان انا اقول لكم عن تجربتي الشخصيه في الاجهزه، وانت بقى احكمي يعني، انت حددي المناسب ليكي اللي فعلا ضروري اللي لازم يكون في بيتك اللي ما تقدريش تستغني عنه. انا كلمتكم عن تجربتي الشخصيه بجد من وجهه نظري. العشرين جهاز اللي اتكلمنا عنهم دول اساسيين في كل بيت، لازم يكونوا عندك، هيوفر عليكي وقت وجهد، ومش لازم تجيبوا مره واحده. في حاجات اساسيه زي الثلاجه، الغساله، البوتاجاز، السخان، المراوح مثلا، حاجات تلفزيون، حاجات لازم 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 تكون عندك من اول يوم. وفي حاجات تانية لا ممكن تجيبيها مع الوقت عادي جدا جدا جدا، واحده في واحده تجيبي كل الاجهزه اللي نفسك فيها. دي كانت كل حاجه لفيديو النهارده، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده بقى اعملوا له لايك عشان تشجعوني، وقولوا لي كمان حابين تشوفوا ايه في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله. بشكركم جدا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.